الأستاذ نبيل وخليه يوطأ لنا كده ويقول لنا وضعية الحريات الدينية في مصر، هل هي في وضع أفضل؟ تفضل. أعتقد إن لحد ما في وضع أفضل بمعنى نسبي، لأنه أفضل نسبيا. نسبيا مقارنة بالعقود السابقة. في العقود السابقة كانت هناك قيود على الصعيد الدستوري والقانوني على بعض مكونات الحريات الدينية في مصر. كانت الدساتير تنطق ببعض من الحريات الدينية، ولكن كانت هناك نصوص أخرى في الدساتير تقيد منها، ثم تأتي المنظومة القانونية القديمة محملة بعديد من القيود على الحريات الدينية في مصر. المفهوم الذي كان سائدا للحريات الدينية منذ نظام يوليو 52 وإلى المرحلة الحالية كانت تقوم على أساس بعض المطالب البسيطة كترميم الكنائس بالنسبة للمصريين الأقباط، أو إنشاء هذه الكنائس وشروطها إلى آخره، إلى آخر هذه الأمور التي كان ينطق بها خطاب الشكاية لدى المثقفين ولدى رجال الدين ولدى المواطنين المصريين الأقباط. مثل هذه الأمور حدث بها بعض من التغير النسبي، وحتى تغير على إلى التحسن. هقول لماذا. وأيضا مفهوم الحرية الدينية، مفهوم الحرية الدينية قديما كان يرتبط بمثل هذه الأمور وعدم الاعتداء على الأقباط. ثم في ثمانينيات القرن الماضي بدأ الاتجاه إلى تحويل موضوع الحرية الدينية إلى جزء من حقوق المواطن الذي أصبح هو مركز الحوار، أن الدستور ينص على المساواة، فلابد أن القوانين تكون صريحة في تضمين النص الدستوري وتنظيمه دون تقييده، المساواة بين المواطنين جميعا دون أي تمييز. القوانين تكون مترجمة للنص الدستوري بالضبط، لكي تكون لها فعاليتها في الواقع وألا تكون بينها وبين الواقع فجوات كثيرة. الذي حدث، لا زال مفهوم المواطنة مفهوما سائدا وأصبح جزء أساسي ومركزي من الخطابات الدينية والسياسية حول المواطنة والمساواة. لكن في نفس الوقت الذي حدث يعني في الفترة بعد 25 يناير و30 يونيو تحول الأمر إلى الحرية الدينية بالمعنى الذي تعرفه التقاليد الدستورية والسياسية المقارنة.